أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من حصة البلاد. اليوم في حلقة اليوم نحاول أن نناقش قضية الحراك الاجتماعي في الجزائر، طبعا الحراك العمالي، الحراك الطلابي، الحراك النقابي، الحراك الذي ربما يحمل في أهدافه الكثير من الأهداف وتختلف من فئة إلى أخرى. نحاول ربما أن نقرأها قراءة عميقة نوعا ما، ربما بعيدا عن التصريحات والتجاذبات وما يتناوله الإعلام من معالجة ظرفية وآنية لهذه الحركات. في حلقة اليوم نحاول أن نذهب إلى عمق هذه الحركات في الجزائر، ربما أهم حراك هذه الأيام، حتى يتساءل المواطن لماذا نحن اخترنا هذا الموضوع اليوم، قضية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي ربما أحس بها سكان العاصمة في اليومين الأخيرين، يعني بقوة غلق للعاصمة وزحمة سير كبيرة أحس بها سكان العاصمة بشدة. نتحدث حول مميزات الحراك هذا الذي حاصل، نتحدث حول أهدافه، حول وسائله، كيف يتفاعل وينفعل بما يجري حوله من تطورات سياسية واقتصادية متنوعة، كما أيضا ربما قد نذهب إلى التاريخ، كيف تطور الحراك في الجزائر ربما عبر الحقب المختلفة فيما بعد الاستقلال إلى أكتوبر 88، إلى العشرية السوداء، إلى الألفية، إلى ما بعد ما يسمى بالربيع العربي. طبعا اليوم نتشرف باستقبال الدكتور نور الدين بكيس، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر ومؤلف كتاب الحركات الاحتجاجية في الجزائر بين المواجهة من المواجهة إلى الاحتواء. أهلا بك دكتور. أهلا. شكرا. أهلا. أولا سؤال أساسي ومفتاحي، أهم الملاحظات حول الحركات الاحتجاجية؟ شاهدنا المتقاعدين، شاهدنا البطالين، شاهدنا الطلبة، شاهدنا العمال، وشاهدنا الأطباء، يعني فئات مختلفة توجهت إلى الشارع. أهم الملاحظات التي جذبت الدكتور بكيس كعالم في الاجتماع السياسي، كباحث وعالم مساء الخير لكل المشاهدين. أعتقد أن الحركات الاحتجاجية في الجزائر مهمة جدا للدراسة. علاش؟ لأنه مقارنة إحنا بالمجتمعات الأخرى بالشعوب الأخرى، كثافة الاحتجاجات في الجزائر كبيرة جدا. شوف أنت الثورة الفرنسية التونسية مثلا 300 احتجاج وبعد وقعت ثورة، شوف أنت في مصر وقعت 700 احتجاجات وبعد حدت ثورة، كي تشوف في الجزائر تلقى 11,000 حركة احتجاجية، تلحق 14,000 حركة احتجاجية وبعد الكل يعود إلى البيت، لا حدث، يعني ما عندوش، لا يتطور إلى حركات اجتماعية كبيرة. عندنا جسم كبير يتحرك لكن ما هوش مقروء بالشكل الكافي. المشكلة تاع الحركة الاحتجاجي أنه في الغالبية تاعو في الجزائر غير قانوني، معناتها دوك كان تروح أنت المؤسسات الأمنية تقول لهم أعطوني معلومات يقول لك ما عندناش لأنه غير قانوني، تروح لوزارة العمل يقول لك أنا هذه كلها في الغالبية تاعها غير قانونية، صافي أنا ما نكتبهاش عندي. تروح لوزارة الداخلية نفس الشيء، وين تروح يقول لك ما عندناش، تروح للعدالة نفس الشيء، يقول لك أنا عندي مناوشات، عندي أحداث، يعني راح تلقى مشكل كبير في أنك تجيب المادة اللي تقرأ بها الحركات الاحتجاجية. وأنت ربما في تأليفك الكتاب قد واجهت هذه الصعوبة. صحيح، أنا واش درت؟ أنا بازيت على اعتمدت على الصحف، على التغطية الصحفية. التغطية الصحفية تهم القارئ، وبالتالي الصحفي يبحث دائما على تغطية الحركات الاحتجاجية، لأنه من حق المواطن تكون عنده المعلومة. أنا جمعت الصحف لمدة سنة كاملة، وجمعت القصصات تاعهم وخرجت المقالات اللي تتعلق بالتغطيات. باش وش لحقت؟ لحقت 3,898 حركة احتجاجية. حددت فيها خمس أشياء. الأولى، من هو المحتج؟ شكون هذا اللي يحتج؟ الثانية، ماذا يريد؟ وش هي المطالب تاعه؟ الثالثة، كيف يحتج؟ مهم جدا. الآليات اللي يستعملها. الرابعة، أين الفضاء؟ وين يحتج هذا المحتج؟ وبعد ضد من؟ هذا الاحتجاج ربما قانونية الاحتجاج، وش المانع ربما أنه الحركات الاحتجاجية ما تروحش ب السبل القانونية، أم أن هذه فكرة احتجاج أريد أن أحتج، عندي مطالب نخرج مباشرة إلى الشارع، أم أنه فيه ربما عقبات تحول دون ربما حماسة لهذا السبل القانونية القنوات القانونية؟ هذا وش يطرح مشكلة؟ يطرح مشكلة شرعية المؤسسات لدى المحتج، ولا الصورة اللي يحملها المحتج عن المؤسسات. كي المحتج ما يكونش يثق في القضاء،
ما يلجأش القضاء، يقول لي هنا تغيب العرائض، العرائض الاحتجاجية تغيب. والله نحكمه مثلا فاروق قسنطيني قال واحد الوقت قال باللي كاين 2000 والله ولا 3000 شكوى بدون متابعة. وحتى الأمين العام المركزي النقابية قال في سابق قال بلي أن 2000 حكم قضائي غير مطبق، حتى الحكم القضائي ما كان لم يتم تطبيقه على مستوى المؤسسة الرسمية. الواقع هذا وش يخلي المواطن؟ يخليك يشوف بلي الكتابة لا تنفع. الوسائل المعتمدة في الدول الكبرى أنه المقاضاة، أنك المراسلات، أن غير لا ما هيش مؤثرة. وش يلجأ؟ يلجأ بالممارسة إلى الأشكال التي تستطيع أن توصله إلى تحقيق الهدف. المواطن جرب في لحظات انفعالية، جرب خاصة في 2009-2010 جرب أنه يخرج القانون، لا ينضبط بالقانون، يخرج على المنظومة، يقطع طريق، يخرج للشارع. كانت النتائج سريعة، السلطة استجابت بسرعة قياسية. من خلال الاستجابة بدأ المواطن يغير نظرة تاعه الأدوات ولا يشوف باللي الأخرى أكثر نجاعة. هذا التمرد، هذا الراديكالية، العنف أكثر نجاعة. وبعد قعدنا مدة سنوات، يعني غير نقوله من 2009 على الأقل حتى 2014-2015 إلى آخر حتى 2015 كانت دائما ناجعة. شكون الناس اللي استفادوا بزاف؟ الناس اللي قدروا يغلقوا الطرقات، اللي هدوا النظام العام على مستوى المؤسسات، خلي نروحوا للرسمي. شكون الفئات اللي استفادت؟ ما يعني بزيادة تحققت المطالب تاعها بالدرجة الأولى هما الأساتذة. علاش الأساتذة؟ الأساتذة لأنه كانوا حاطين يدهم على 9 ملايين تلميذ، واش معناتها؟ قنبلة مؤقتة قابلة للانفجار في أي لحظة. يعني كي يضرب الأستاذ الطفل يخرج للشارع، المجتمع كله راح يتأثر، راح يتزلزل. كانت وسيلة الضغط قوية. المواطن أثناء الممارسة وش يولي تتغير القناعات تاعو، ولي يقول بلي احسن طريقه وشنو هو تهديد النظام العام، احسن طريقه هو تهديد الامن. وبعد شفنا نتائج مش معقوله اصلا. المواطن اللي يروح يتعدى على طريق ها ويروح يبني لداخل طريق ساكن فوضوي، وبعد تجي السلطه تخيره في السكن اللي ترحلوا ليه، يولي مخير. يولي شكون المواطن الناجح؟ هو اللي يلتزم بالحدود القانونيه تاعو ولا اللي خرج الحدود القانونيه؟ المعادله تترسم في الواقع. احيانا جزء كبير من الجزائريين ماشي هما يخيروا، هما يتفاعلوا مع ما هو موجود. هنا واش نقولوا؟ نقولوا باللي السلطه لعبت دور كبير جدا فاش في تحديد نمط الحراك الاحتجاجي في الجزائر. وقتاش حداته؟ من خلال ردود الافعال تاعها. رد الفعل هو اللي كان محدد في وقت من الاوقات. يعني الحراك الاحتجاجي الغير بين قوسين غير القانوني اللي ما عندوش يعني عرائض رسميه تم توجيهها، هو الحراك الذي أدى إلى الحصول على هذه المطالب. الحركات التي التزمت بهذا الطريق القانوني وجدت نفسها بدون أي تحقيق. الأخطر من ذلك تلقى أنت وزير يتعامل ويدير لجنة حوار مع من؟ مع تنسيقيات غير معتمدة، مع أناس غير معتدين ما عندهمش حتى صفة قانونية، في حين أنه أحياناً يرفض أنه يتعامل ويتحاور مع من هي معتمدة، أطراف معتمدة. والأخطر من ذلك، شوف كيما نفكروش كيما نحسبوش منيح، شوف واش قدر يصير لنا. أنت كشاب في فرنسا، أنت تحلم بأنه الصحفي مثلاً يكون عنده قال ترقية كبيرة، والله الطالب يكون عنده ترقية ويكون عنده سلم في القانون الأساسي تاعو كبير. تحتاج إلى مشروع سياسي، تحتاج في فرنسا وبريطانيا تحتاج إلى الانتخاب على من يقبل بأن يغير وضعك المهني. ما أنت تحتسن السنوات، تحتسن 5 سنوات 10 سنوات باش يلحق المرشح، وتعمل بكد ونشاط باش يلحق المرشح تاعك باش تغير الواقع تاعك. شفت العملية السياسية منتجة للتغيير. شوف احنا في الجزائر كي تجي انت كطالب وتغلق الطريق وبعد يتغير القانون الاساسي تاعك ويتغير الترتيب تاعك وتحقق نتائج، ما يحتاج لا سياسه لا انتخابات ولا شيء. واش معناتها؟ ميات العمل السياسي، ضيعت الحاجه الحضاريه للمجتمعات تمشي بها، للمجتمعات ماتوا مئات الملايين باسوها، اسوا العمل السياسي. شوف الامريكي الان غاضب من ترامب، بصح ما يقدرش يغير ترامب، يستنى 4 سنوات. كي غضب من هولندا استنى 4 سنوات 5 سنوات وبعد نحى هولندا، عاقب ساركوزي، عاقب هولندا، معاقبة عن طريق حتى ترامب. يعني اليوم عم داروا له حيحوحة كبيرة مثل ما قال سي حداد، راهم غلقوا له كلش وخسروا له الاحتفال بسنة أولى. لكن ما يقدروش يغيروه لأنه كاين مؤسسات وكاين منظومة يتفق على الجميع. كي ندخل نحن الحراك الاحتجاجي نلقوا قد ما كان كثيف قد ما غطى على العمل السياسي.
مية العمل السياسي، مية العمل النقابي إلى حد ما، كسر أشياء مهمة جدا لأنه خرجنا من المنظومة القانونية. كين خرجوا من المنظومة القانونية؟ كل مستفيد، السلطة مستفيدة لأنه سهل جدا إدارة هذا النوع تاع الحراك، لأنه انفعالي عاطفي، هبات ما عندهاش طموح، ما عندهاش. لكن يقول لك البعض لو أنه فعلا السلطة مستفيدة، يعني مثلا حق مطالب لناس خرجوا في احتجاجات هنا غير قانونية هنا واحتجاج غير قانوني هنا، خلاص السلطة تولي في مواجهة سلسلة طويلة من الاحتجاجات، يعني ما يجي يكمل احتجاج يدير في احتجاج، وهذا الاحتجاج مش راح يدخل يعني ويعود إلى أدراجه حتى يحقق مطالبه أسوة بالاحتجاجات السابقة، يعني سنت سنة ليست في صالح. صحيح، وهذا اللي صار، بدنا ننتقل من احتجاج، يعني تغنانت الاحتجاجي. صحيح، شوف انتقلنا من احتجاج إلى نوع من التمرد، لحقنا لدرجة من التمرد. تمرد ولات ثقافة عصيان مدني عند المحتج، انت من الأول المحتج اللي يخرج بنية أنه متمرد ولا يقبل حتى كي يجي المسؤول يتكلم معه، يخير نوعية المسؤول يتكلم معه، يقدر يقول له ما نتكلمش معك انت والله أعطيني حاجة كتابية. وشفنا مواكب رسمية حتى تاع وزراء وغيرت المسارات تاعها لأنه اعتداء من المواطن. تعرفوا الصراحة، صراحة حاجة مهمة جدا هي شغل تغول المواطن على مؤسسة الدولة. المواطن غير لقى مساحة وجداد تغول، كان رد الفعل تاعه قاسي، تغول على مؤسسات الدولة ولا يهدد حتى. وشفنا أشياء كثيرة، شفنا حاق المقرات، شفنا تخريب المقرات، شفنا ضرب للمسؤولين يعني على المستوى المحلي، شفنا حتى عملية اختطاف مؤقتة وحجز داخل المكاتب، شفنا أشياء كثيرة في الحركات الاحتجاجية هذه على الأقل نقوله في الخمس سنوات الأخيرة. وده مهم لأنه انت وش كنت تقول أو يأسس الشرعيات جديدة. الآن كي ولي ثقافة الاحتجاج حتى عند الصغير، شفنا مثلا إلى تشفى شفنا حتى الدراري خرجوا للشارع واش داروا، طالبوا بأنه تمديد العطلة بعد ما كانت عطلة 10 أيام ولينا في قرب 21 يعني يوم. لا 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 لا، يعني الاحتجاج تاع التلاميذ خصوصا تلاميذ النهائي، نار داروا العتبة، العتبة المقدسة أصبحت هي سنويا نتصور دائما عتبة، ودائما هذه العتبة يعودوا يرجعوها للخلف. شوف الاحتجاج هايل وقتاش يكون هايل جيد؟ نهار تكون عندك مؤسسات قوية، مثلا انت طبيب، انت خرجت كطبيب ولا انت كأستاذ، يا سيدي خرجت كأستاذ وقلت بلي انا حسنوا لي الظروف تاعي، نحتاج بقوة حسنوا لي الظروف تاعي، انت كسلكت، اما رفعوا لك السقف تاع الأجر تاعك، حسوا لك ظروفك المادية، حكسلك. علاش؟ لانه المؤسسات منضبطة، المجتمع منضبط. اتصور انت زادوا لك في السومة والمجتمع غير منضبط، بعد وصرا السوق غير منضبطة اقتصادية، الآلية اقتصادية غير متحكم فيها، ارتفعت الأسعار. ما جيت انت تستفاد، لا تنحل كتر، ما جيت انت تستفاد من هذيك 25%، انت السوق دات لك قبل ما تخلص دات لك 35%، يولي هنا الاحتجاج سلبي. يعني واش نفهم من كلامك، يعني حسب سقف هذا المطالب انه تحقق يعني نتائجها وتحقق مطالبها الفئوية، كل فئة تدي مطالبها، انتهى احتجاجها، خلاص سلام الله عليكم، تبدأ فئة أخرى. شوف أنا كي درست الظاهرة وش لقيت، لقيت مثلا مع الوقت نقول بلي هذه احتجاجات عفوية، كيف يعني الناس تخرج بدا احتجاجات عفوية؟ بصح كي تقعد تفكر تقول هاد الناس هادوما واش خيروا، واش متريق يغلقوا، وخيروا واش يقولوا، وخيروا شكون مسكون يتكلموا معاه، وخيروا التوقيت، معناتها ماهيش عفوية، معناتها كاين نوع من التنظيم المؤقت المحدد. قال احنا نتفقوا على شنو؟ على الغاز، خلاص غير على الغاز، غير نحلوا المشكل تاعنا تاع الغاز، ما تلاقاني ما نتلاقاك. معناتها هذا النوع تاع الاحتجاج مثقف، الجزائري احتجاجات تاعو مثقفه، ما يفكرش بثقافه انه تطور الحركه الاجتماعيه ويطور الاليه تاعو، حتى عنده مشكل حتى في التمثيل. وهذا ما يخوفش السلطه دكتور؟ بيان سور تحكم فيه، هذا سهل، وقتاش يكون سهل؟ نهار يكون عندك اقتصاد ريعي. السلطه اللي يكون عندها دراهم في 99 في 2009 2010 وان كانت البترول يلحق حتى 150 دولار، السلطه ما تسحق الشعب، ما تسحقوش، تقول له انا هاول المداخيل نعطيك باش تعيش ونخلي شويه الباقي، ما نسحقكش، ما نسحقك تخدم، ما نسحقك دير حتى حاجه، لانه الجزائري مش عايش من لامبو تاع الشعب، السلطه مش عايشه من لامبو تاع الشعب، هنا من الريع، من الريع صافي، ما عندهاش مشكل. وبعد تعلموا العادات السيئه، تعلموا ما يخدمش لانه مش مشكل، مش عايشه بالخدمه تاعو، تعلموا يفيز ما عندهاش مشكل. واليوم دكتور، اليوم ما داخلنا من المحروقات وما داخل الريع انخفضت كثيرا كثيرا، حتى انه
ارتفاعها ربما النسبي ب$70 اللي راهو شويه يعني انتعش السعر، لكن يبقى غير كافي، هذا حسب تصريحات احمد ويحيى قبل يوم. هذا ربما يفرض استحقاقات جديدة، هذا التقلاش وهذا ربما خلي الأمور تمشي وخلي معليش نطولهم شوية دراهم وكذا، لم يعد ربما هذا في مقدور السلطة، وبالتالي هذا الاحتجاجات يمكن أن تشكل تحديات جديدة. لا بصح المشكل وين صرا؟ كي حكينا احنا على هذا النوع تاع الاحتجاج اللي كان كبير بزاف في الجزائر، والسلطة كانت تراقب فيه، كانت تراقب فيه وكان تعطيله توجهه بطريقة. شوف الجزائري كي كان يحتج، كان يحتج بناء على التوقعات، يشوف باللي ما كانش ريسك كبير، ما كانش خطورة كبيرة، وكان إمكانية كبيرة باش يحقق المطالب تاعه، صافي كان يمشي بقوة، كان يمشي بكثرة. الآن كي تغيرت المعادلة، لو كان نديروا مقارنة بسيطة، نلقوا باللي في 2017 على الأقل ثلث واسمه ثلث فصول الأولى عدد الاحتجاجات خفض كثير. ما شفناش حركة احتجاج قوي، ما شفناش. علاش ما شفناش حركة احتجاج قوي بدرجة؟ لأنه الجزائر تلقى الرسالة، رسالتك تكلم عليها بلي الأزمة الاقتصادية ما كاش إمكانية هذيك البحبوحة اللي كانت متوفرة، وبالتالي المطلب باش يتحقق المطلب راح تبدل التكلفة الباهظة، راح تتعب باش تدي مطلب. ماشي كيما في السابق، في السابق كان مطالبة 5 نجوم، تخرج انت دير إضراب ما ينحولك حتى نهار، ويزيدوك في السومة ويعني علاز، وما تروحش توقع حتى من المؤسسة، ما تروحش توقع، تقعد في الدار صافي ما عندك حتى مشكل. هذا نوع من الاحتجاجات 5 نجوم. لكن الان بدا تغير المعادله، بعثت للسلطه رسائل للمجتمع، قال باللي كاين ازمه اقتصاديه وبالتالي ما نقدروش نتماشوا بنفس المنطق. واش معناتها؟ معناتها باللي بعد بدات هذا ربما يعني كلام سي ويحيى امس كامين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، قال انا اهم شيء قمت به انه نحيت الجزائريين عقليه البحبوحه. هذا ربما يدخل في هذا السياق. لا، هو نهار تم استحضار السيد ويحيى كوزير الأول، كانت رسالة قوية للناس، لأنه وش الناس تشد من السيد ويحيى؟ تشد منه صور واضحة، الأزمة، أزمة التسعينات، المشكل تاع طرد العول، غلق المؤسسات. الصورة لما استحضرت الناس شعرت بلي كاين فارق في المرحلة هذه، مرحلة عسيرة، وجر خطاب تاعه قوي منذ الوهلة الأولى، قال موسى الحق العظم، وقال وما عندناش باش نخلصوا. كانت رسائل بزاف قوية قوية، وتلقاوها ناس بلا. الرسائل ما كانتش موجهة لكل جزائري، جزء كبير من الجزائريين اللي ما عندوش استعداد باش يدفع تكلفة الاحتجاجات راح ينسحب من المشهد. على هذه الوتيرة نقصت الاحتجاجات، نقصت بشكل كبير، لأنه الناس تلقت الرسالة وكان عندها حاجة استثنها سلطة بقوة، هي النماذج الرابعة، كي يشوفوا كي يقولوا شوفوا سوريا كشراهي، شوفوا ليبيا، شوفوا اليمن. جزء كبير من الجزائري راح يتفكر التسعينات، ولا حتى قلنا شوفوا نيويورك وشوفوا السويد. لا هذا شيء آخر يعني يخوفوا فينا بنيويورك يعني لأنه كي الناس كي تفكر التسعينات على بالهم باللي كاين أجيال، كاين جيل كامل في الجزائر كي تفكر التسعينات يحجم الاحتجاج، لكن كاين جيل ما شفاش التسعينات. لا اللي زاد في 2000 دكتور، اللي زاد في عام 2000 يعني انتهت الأزمة، يعني حتى الأزمة هو صغير ما شافهاش. صحيح، رفع عمره اليوم 18 سنة. صحيح. هذا الجيل لا يفرض ربما واقع جديد، طريقة شوف جديدة. شوف نعطيك أنا معلومة موجودة، يعني لما تقول العشرية السوداء في ضميره في ذاكرته مش راح تمر أمور يعني. معليش أنا نعطيك معلومة مهمة. شوف الناس اللي قل من 15 سنة في الجزائر، اللي قل من 15 سنة الآن 12 مليون. تصور 12 مليون جزائري قل من 15 سنة، الناس اللي قل من 5 سنين 4.5 مليون. معناتها الجزائر راح تعيش قنبلة ديمغرافية مستقبلا، شبابية، قنبلة ديمغرافية. نقطة قوة السلطة في وضع كيما هذا وشنو هي؟ أنها عطلت الأدوات، ما عندكش أطر صالحة. وريني الآن الفضاء السياسي مميع، الفضاء النقابي إلى حد كبير مميع، يعني وريني الأطر. حتى أنت كي تزعف 12 مليون زعف، وشكون يأطرهم؟ كاش لي أطرهم؟ يعني قوة السلطة أنها ما كانش فضاء منظم، الفضاء اللي الوحيد اللي يقدر يتحكم في الفضاء هو السلطة، لأنه مئة الفضاء أطرها لعبت بالآليات الأخرى، وبالتالي حتى في حالة الفوضى ما ريش حد شكل خطر لا قدر الله. على أساس وشنو؟ على أساس أنه عندك مجتمع، شريحة كبيرة مجتمع ما عندهش مرجعية، أنه بادرفة وريلي، لأنه دوك معتك الدليل. أتصور أنت عشنا 10,000 11,000 14,000 حاجة تجي في سنة ما خرجنا منها حتى قائد نقابي، حتى قاعد نخب قائدة، هذه ما وش معقول. هذا كان المفروض أنه التاريخ وشنو؟ الناس اللي ظهروا في التاريخ منين جاوا؟
جو من هذاك الحراك الشبابي، حراك تمخض قيادات، تمخض نخب، خرج القيادات. احنا نتسائلوا بقوه، كيفاش عندك 10000 حركات احتجاجيه سنويه وما عندكش قيادات نخبويه؟ علاش؟ لانه الاحتجاجات غير قانونيه. كيش كل هذا البطل اللي يقدر يجي يقول لك انا المتزعم تاع الطريق اللي كسروا عليك؟ لكن دكتور يقول لك البعض ربما طريقة هذا الالتفاف حول قائد معين اختلفت نوعا ما. اليوم مثلا نجد شباب مثلا هذو جماعة النشطين في اليوتيوب، يعني هذو مثلا منصوطيش، راني زعفان، خصوصا راني زعفان في هذا الشق، يعني الرافض في هذا الشق، الغاضب وفي هذا الشق ربما المطالب ومحتج على شيء معين. فيه كان فيه التفاف كبير، شفنا في وسائل التواصل الاجتماعي نقاشات كبيرة صحيح. تم خوضها حول هذا الموضوع. ترى قالوا كان نعطوا مثال، شوف منصوطيش في الانتخابات تاع التشريعية وراني زعفان في الانتخابات تاع البلدية، شوف الوتيرة كيش تضعف كيش تنقص. تم الاحتواء، راح ممكن جدا دوك المرة الجاية وزير الداخلية يقولنا ماذا بكم ديروا لنا زوج ولا ثلاثة، ديرناش واحد برك، شغل تسلية، عملية تفريغ، عملية تنفيذ، لأن السلطة قدر تتحكم، ما عندهاش مشكل مع عالية التنفيذ. هي تبر ماشي معناتها باللي كاين نقولوا ولا، ماشي قضية ولا، قضية أنه تعرف تستعمل حتى أدوات التنفيذ هدايا. لأنه بالنسبة للمواطن العربي عموما عادة كي درس المجتمعات العربية عنده ديك الثقافة أنه يتكلم وما يديرش، أنه يعبر بطريقة حتى راديكالية، لكن على مستوى السلوك متكيف مع الأوضاع، منسجم مع الأوضاع. يعني في آخر المطاف يولي جزء من المشهد. هذه الفيديوهات الكبيرة هذه ولات عملية ترفيه وتسلية وعملية تنفيذ عن مقاطعة كبيرة. دكتور راح نواصل الحديث ربما حول تأثير وسائل الإعلام التقليدية وسائل التواصل الاجتماعي، كما نتحدث أيضا ربما عن السلطة والمعارضة والحركات الاحتجاجية، يعني وجهات النظر المتبادلة بين هذه الأطراف، ونتحدث أيضا حول المجتمع والحراك. يعني ما دام قلت أن الحراك هذا راه فئوي، يعني الفئات الأخرى الخارج عن هذه الفئة المحتجة كيف تنظر إليها، ونقاط أخرى إن شاء الله سوف نواصل فيها مشاهدين الكرام بعد فاصل قصير، لا تذهبوا بعيد. أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم من حصة البلاد اليوم. طبعا نقاشنا اليوم حول مختلف الحركات الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر، نحاول أن نناقشها من زاوية علم الاجتماع السياسي رفقة الدكتور نور الدين بكيس، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر ومؤلف كتاب الحركات الاحتجاجية في الجزائر من المواجهة إلى الاحتواء. أهلا بك دكتور مرة أخرى. إذن دكتور في الجزء الثاني نبدأ من زاوية مهمة جدا، هذه الحركات الاحتجاجية والساحة السياسية. ربما يجمع الكثير من المراقبين على أنها حركات احتجاجية تفتقد أو من دون صبغة أو غطاء سياسي، مثل ما تفضلت أنت في الجزء الأول قلت أنها فئة تطالب بمطالب معينة تحصل عليها، ولا توجد ربما جذور سياسية أو سقف سياسي معين لهذه الحركات. شوف من غرائب الصدف في الجزائر أنه التعاطي السياسي ولا وكأنه تهمة بالنسبة للحركات الاحتجاجية، ما تسيس ليش الموضوع؟ يخاف من الوعي. علاش؟ لأنه الدولة واش دارت واش السلطة واش دارت، كما كنت نقول لك باللي على حسب ردود الأفعال تاع السلطة. السلطة قالت السقف السوسيو اقتصادي نثمنه، يعني المطالب تاعك تاع السقف السوسيو اقتصادي عندها المقابل تاعها يمكن الاستجابه له. لو كان ترفع السقف الى سقف سياسي تدخل في دائره التخوين، دائره التخوين والايادي الاجنبيه، وما تديش مقابل ذلك. وبالتالي الحركات التزمت، الحركات الاحتجاجيه في الغالبيه تاعها التزمت بالسقف اللي دارت السوسيو السلطه، والتزمت بالسقف السوسيو اقتصادي. حتى النقابات ولات تتحاشى كليه الحديث على اي شيء سياسي، حتى لو كانوا يروحوا لهم السياسيين باش يحاولوا انهم يوقفوا معاهم وقفات ولا يقول لهم بعدوا علينا. التسييس يضر بمطالبنا. ايوه احنا رانا عايشين في علاقه منيحه مع السلطه في الشق السوسيو اقتصادي. المشكل وين يصرى؟ نهار تتزير، نهار يولوا المداخل ما كاش، واش تطرح المعادله؟ تولي تطرح سياسيه، ما توليش تطرح اقتصاديه. لانه من سير مرحله البحبوحه، من اخطا في التسيير؟ كي تولي تقول انا اعطوني المطالب ويقولوا لك بلي ما عندناش دراهم، واش تقول لهم انت؟ تقول لهم على سيرتو غلط،
كتقولهم على السير توغا هذه سياسة تدخل في البوليتيك. صافي الخطأ اللي درته البارح كي قبلت أنك تفصل السياسي أسس اقتصادي تدفعه اليوم تدفع الثمن تاعو اليوم. صافي إيش قلت لك السلطة كانت ذكية في التعاطي مع هذا الحراك كبير. الدليل وش هو؟ شوف نفس الحي بلدية واحدة نفس المطلب اللي هو سكنة مثلا ولا غاز الحومة هذه تبرمج يوم تخرج فيه والحومة اللي قدامها تبرمج يوم آخر. مش معقول وش معناتها؟ وكأنه رام يقولوا الرسالة تاعنا أنه إحنا مع أنه حتى بعد جهوي وطني إحنا مجرد مطالب تأحياء يعني ما عنده حتى صبغة سياسية يبعدوا كلية على أي شبهة سياسية. وهذا كان خطأ في حد ذاته لأنه في حالة تضييق تكون عندك أزمة ما تكبرش الحركة تاعك ما يكبرش لأنه ما عندوش أبعاد يتكئ عليها عنده مجرد مطالب. وأنا قلت بلي المطالب جزء كبير منها كلها التضخم وش كلها زال غلاء المعيشة تشوف حالة ممكن يقول لك البعض يا دكتور أنه حتى بعض الأحزاب السياسية اللي بنقل معظمها هي في حد ذاتها تحتاج إلى احتجاجات حتى تحقق مطالب. نجد حزب سياسي مثلا ما عطولوش قاعة ما عطولوش فضاء للاجتماع حتى هو في نفسه يحتاج إلى أن يتضامن معه. هي شكون اللي دار التفيئة هذه؟ السلطة دارت التفيئة والمجتمع كيقبل التفيئة هذه يروح ضحية التفيئة. السلطة تقبل أن الناس تخرج تحتفل بكرة القدم تدير ماشي غير مسيرات تخرق كاع قوانين المرور ويتسبوا أحيانا. أنك تشوف في 2014 احتفالات ماتوا 14 واحد في الاحتفالات بربي يرحمه في الفريق الوطني بالتأهل دور ثاني في المونديال دور ثاني تسمح تتعاطى مع الشأن هذا وتوفر له وتخليهم يفرحوا ويشتحوا كي تكون أي مظاهرة سياسية مهما كان العدد تاعها يتم التضييق عليها. صافي السلطة دارت فيها المجتمع دخل في اللعبة تاع السلطة لأنه كان مستفيد حقق نتائج كبيرة. تصور أنت في 5 سنوات والمجتمع يدي في الإنجازات يدي زيادة في الأسعار سكنات أشياء كثيرة تحققت بالنسبة للمجتمع وشافها بالنتيجة إيجابية. في حالة الأزمة الاقتصادية راح تنعكس الصورة والثانية أنه يترى المستقبل جيل بكامله. نعم والملاحظ أيضا دكتور بكيس أنه في تعاطي الأحزاب السياسية طبعا أحزاب السلطة موقفها من موقف السلطة هذا مفروغ منه. أما حتى أحزاب المعارضة تتحدث عن هذه المطالب عن هذه الاحتجاجات باستحياء. مثلا الأطباء متقاعدي الجيش تحدثت عنهم بصورة خافتة جدا. لماذا يقول لك البعض مفروض أنهم يمكن أن تركب على هذه الموجة يمكن أن تقول يا سلطة انظروا إلى فشلكم انظروا إلى المشاكل التي استعصى عليها عليكم حلها. خليني نشوف نقول لك بكل صراحة المطالب الفئوية كانت بزاف أنانية وكانت بزاف براغماتية يعني ما تقدرش تراهن عليها. هذا إنسان خرج يطالب بزيادة في الأجر ويولي للدار يعني ما تقدرش تراهن على هذا النوع تاع المواطنة. ولا بيرد دليل وش صار من بعد الجزائريين بزاف صار لهم حاجة خطيرة يتصرف المجتمع هي الاحتقان الطبقي. نولي أنا ولي تلميذ على جال الأستاذ هذا اللي حب زيادة في الأجر يقعد يعطل لي في الدراسة تاع الابن تاعي وبعد نلحق بمساعدة من خطاب السلطة واش نولي نكره الأستاذ وتصرف قاطعة بيني وبين الأستاذ. هنا يصير احتقان طبقي. بعد نولي نكره شكون نكره التاجر تاع الحي وما نكره الطبيب يعني شوف كلش من زاويتي نغلق جميع الزوايا. وبعد وش يصرى وبعد نولي نكره الطبيب اللي رفع الأسعار في البريفي في القطاع الخاص زاد واش دار والخدمة تاعو كانت سيئة داخل المستشفيات العمومية. شفت كيش صرنا احنا وبعد نزيد وتشردما واش يصرى نولي كل يحمل بغضا على الآخر يصرنا احتقان طبقي. فهذه الأوضاع هادية يولي صعب أنه يخرج لك من مجتمع كما هذا أي حراك تاع تغييري وطني. نولي مجزئين نولي مجموعة فئات مجموعات لداخل الوطن. لكن ربما أنت قلت لي أنها فئوية وكل حومة ربما تدافع عن مطالبها وكل فئة صغيرة تدافع عن مطالبها. لكن شهدنا بعض مظاهر الوطنية يعني أنها منتشرة وطنيا في الكثير من الاحتجاجات. شهدنا مثلا في قضية هذو متقاعدي الجيش يعني تلموا من جميع الولايات وجو العاصمة. مثلا الأطباء المقيمين شاهدناهم اجتمعوا في وهران وحضروا من جميع المستشفيات الجامعية عبر الوطن. فيه شوية وطنية يعني. لكن كاين نوعيات تاع مطالب لا يمكن تحقيقها إلا بالالتقاء. نوعية تاع المطلب كبير على الفرد كبير على الحيز الجغرافي كبير على المكان. هذه تقتضي أنه يكون شراكة ماشي كيما الأخرى. شوف
روحوا قضية مثلا التربية. قضية التربية قبل الانطلاقة النقابات وش كانت؟ كانت بالتجانس، قال أنا أستاذ ثانوي مدافع غير الأستاذ الثانوي، العساس تاع الثانوي خاطيني، الإداري تاع الثانوي ما دخلني فيها، فهمتي شحال كانت بزاف فئوية. قال حنا شكون؟ حنا تاع البريمان تاع الابتدائي، حنا شكون تاع هذيك التقسيمات. من بعد كي تجي تحب تكبرها تجيك صعيبة، لأنه أسست للتجانس، أو شافك الزميل تاعك المقتصد، شافك أنت طلعت ترقيت وليت تخلص خير منه وما فكرتش فيه وما ضربت عليه، هو كان مجموعة أفراد وما كانوا زوج ثلاثة في المؤسسات صافي، وكأنك أنت لم تبالي به. هذه الفئوية عندها هذا المشكل هذايا. لكن الحاجة اللي حلت صرا هي، شوف هاي لو كان صارت حاجة، لو كان كنا عندنا مؤسسات قوية واش تولي؟ تولي أدوات مراقبة. أنا ولي تلميذ نراقبك أنت كأستاذ، أنت كأستاذ تراقب الطبيب، خلينا نتراقبوا بيناتنا ونحسنوا الأداء. مي كي تكون عندنا مؤسسات قوية تلمنا، مؤسسة تراقبنا، هذيك المؤسسة هي الضامن باش ما نصطدموش، باش ما يصراش عداء بيناتنا. هذه تولي حاجة، شوف في أوروبا تلقى التبليغ، أنت ما تأديش الدور تاعك نبلغ عليك، ما عنديش مشكل. تكون واش تكون؟ لأنه أنا نسحق الأداء تاعك يكون مليح، وأنت مليح ليك راقبني، يتحسن الأداء. بصح لازم مؤسسات مراقبة. كي تكون ما عندكش مؤسسات قوية يصرى لك العكس، يصرى الانفصام، يصرى الانشقاق، يصرى لا تناسق الاجتماعي، وبعد يولي كل فئة تقطع في فئة أخرى، كل واحد تنتقد فيه وكل واحدة تحمل المسؤولية. يجي طالب الجامعة وش يقوله؟ يقولوا هذا تعليسي، تعليسي ليسي وما اللي فسدوهم، تعليسي يقول جاري فاسد من السيام بالمتوسطة، ومن بعد الجامعة يروح اللي يبعته للمصنع، يبعته اللي يخدم يقول شوف كيش الجامعة هي اللي خسرته. شفت كيش نقول له؟ هذا ما تبنيش وطن، تبنيش مجتمع، هذه أخطاء سادحة ندفعوا الثمن تاعها. الثمن تاعها وشنو هو؟ أنه يخرج لنا الجزائري اللي يكره كلش، الجزائري الناقد، الجزائري ما يحب والو، المستقيل، المستقيل، المغترب. لو كان مو مستقيل برك، يقدر يكون استقال على أساس أنه عيان تعبان، هذا جزائري ما يمنش باللي كاين حلول، يشوف كلش أسود. لو كان يروح لبلاد واحدة أخرى، مجتمع آخر، يقدر يلقى ظروفه أحسن من ظروف مجتمع آخر، لكن عايش هذيك ثقافة الاختيار. لكن ماشي في السويد ونيويورك، ماشي في السويد لا لا متفقين في دول أخرى. يعني علاش تشوف الظاهرة ما تجيب لك ظواهر تحس أنت غريبة، تقول كيفاش خرجت الظاهرة في الجزائر؟ هاي الهجرة غير شرعية، كيفاش خرجتنا؟ بصح هذا المسار يديك لهذا. وقضية أخرى ربما تتعلق بهذا الحراك الاحتجاجي وبالساحة السياسية، ترى أنه ربما بعض التصريحات السياسية تزيد في تأجيج هذه الحركات؟ لا، هي شوف هي المتفق عليه أنا نظن عند السلطة، وهي كانت نية منذ الوهلة الأولى، هذه فصلوا بين النصوص الاقتصادي والسياسي، أنه تميع الفضاء السياسي. باش تميع الفضاء السياسي لازم لك تصريحات من هذا النوع، لازم لك هذا التهريج السياسي، لأنه ما يسحقوش جدية سياسية، ما هوش مطلوبة في الوقت الحالي جدية سياسية عند السلطة، وبالتالي وش تحتاج؟ تحرج هذا النوع من المهرجين لنهار كامل وما يديروا السبق. مهرجين؟ جزء كبير منهم تهريج سياسي يعني، ويديروا سبق في التهريج السياسي. أنت أستاذ علم اجتماع سياسي، أنا لازم كل مصطلح نمر عليه بسوء نية يعني، لا مش حسن نية. لا، أنت تظن باللي ناس تمرسوا مارسوا السياسية عشرات السنين، عشرات منذ كانوا في النشأة تاعهم أطفال كانوا يهتموا بشأن السياسي، تصريحات من هذا النوع راح تمر عليهم بلا ما يكونوا فكروا فيها والله جات عفوية. يعني نظن بلي كاين إرادة لتمييع العمل السياسي، وشفنا الأحزاب السياسية العدد تاعها، نوعية الأحزاب السياسية، نوعية المناضل السياسي، شفنا سوق تاع الانتخابات. نعم دكتور بكيس، هناك أيضا قضية تثار بين هذه الفئة التي عندها حراك احتجاجي ومطلب معين وباقي فئات المجتمع. مثلا نسقطه على هذه الأيام قضية متقاعدي الجيش، مثلا المواطنين اللي راهم داخلين وخارجين من العاصمة التي أصبحت فعلا زحمة سير لا تطاق. حصل بعض الامتعاض، يعني يقول لك علاش يختاروا هذا التوقيت، وعلاش احنا ناقصين، وعلاش يكرهوا ناحيتنا وما إلى ذلك. يعني نظرات شوية سلبية إزاء هذه الحركات، لا أقول من باقي كل المجتمع وإنما من جانب كبير. لا، نظن كان صاير العكس، كان تضامن كبير مع الحركات هذه في الجزائر، المجتمع الجزائري أكثر تفاهما من الحركات الاحتجاجية، لكن كي طولت الحركات الاحتجاجية ما كانتش عندها ثمرة كبيرة، ما كانتش عندها نفس المجتمعي خلاص. لأنه شوف وش معناتها مواطن؟ مواطن هو الإنسان اللي يقدر يفكر بلي كاين إمكانية حل. شوف كي تنحي إمكانية الحل وش يولي؟ يوليك اليأس. وش يولي؟ وبعد ذلك اليأس هذا هذاك المواطن ينغلق على الذات، يولي يفكر غير براغماتية،
يفكر غير في نفسه، يفكر غير في المحيط الصغير. هذا هو المشكلة تاعنا احنا في الجزائر، شغل المواطن راهو يسير تدريجيا نحو البراغماتية، نحو الفردانية، لأنه ما يمش بالحلول الجماعية. نحو الفردانية ربما دكتور، لكن هذه الاحتجاجات ربما صرع لها نقاش جماعي في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم أصبح فعلا نقاش مفتوح بين مختلف الآراء، مختلف وجهات النظر، تقال هذا الاحتجاج كان ينبغي أن يكون كذا، البعض يثمن، البعض ينصح، البعض يحذر، وبعض ما الذي أضفته وسائل التواصل الاجتماعي وهذا النقاش على سوسيولوجيا الاحتجاج في الجزائر؟ خليني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تشوف النقاش، تحس بلي كاين مجتمع يريد أن يتقدم لكن لا يملك أدوات التقدم، ما عندوش الأدوات اللي يقدر يغير بها. لذلك جاء الفضاء تاع شبكة التواصل، جاء فضاء مهم جدا باش يطرح النقاش على الأقل على مستوى البلوارة الفكرة، لأنه ما كانش تقييد، ما كانش تقييد، وكاين نقاش كبير. وما لازمش ننساو مهم جدا أنه إحنا اليوم رانا نتحدثوا على ملايين الجامعيين. الجامعي مهما كانت الرضاعة تاع الأداء الجامعي، من بعد الجامعي راح يولي أب أسرة، بعد راح يتفرض عليه نضج قوي، هذاك النضج قوي راح يعاود يسترجع جزء من المعرفة تاعو الجامعية. معناتها المجتمع القادم هذا هو مجتمع أكثر شوف احتكاكا بالنماذج الأخرى، أكثر قدرة على الاستيعاب، وبالتالي رانا نلمسوا الشيء هذا في شبكة التواصل الاجتماعي، كاين سقف تاع نقاش قوي وكبير، لكن المجتمع لا يملك الأدوات لحد الآن، لازم يروح يدي الأدوات. المشكل الكبير اللي في الجزائر اللي مطروح أنه إحنا في الجزائر نحبوا ننكره، ما عندناش أزمة تصل إلى درجة الألم، ما عندناش الأزمة. عادة الأزمات الكبيرة اللي تدير التغيير هي الأزمات الحادة للإنسان يشعر بالألم. نظن في الجزائر الجزائريين ما لحقش لهذيك المرحلة تاع شعور بالألم. كاين متنفس، كاين متنفس لمختلف الفئات، لأنه صح حتى وإن دخلت العائلة، شوف في الجزائر التضامن كيفش الإنسان تدخل العائلة بطريقة غير رسمية وتقوم بتكملة ما ينقص هذا الفرد. يعني عندنا نوع من التضامن، وعندنا على مستوى السلطة أي تمد حلول للناس. وأحيانا السلطة واش تمد لك؟ تمد لك حلول مسمومة. كيفاش الحلول المسمومة تاع؟ تعطيك الحل ماشي في الرسمي، في الموازي. راك انت مثلا انك في الخدمة تاعك وانت المبلغ تاعك زهيد اللي تخلصه، وبعد تحب تحسن الأداء تاعك، المداخل تاعك، تخليك السلطة أحيانا تلعب مداخل موازية. كيفاش تستعمل انت المنصب تاعك باش تبني علاقات، تستعمل المنصب بس تستفيد من الامتيازات، وكأنه مرحلة التبادل. انت تخليه يدخل مثلا، تخليه انت كعساس سبيطار تخليه يدخل سبيطار، هو يخليك وليدك يدخل لابيسين او عساس فرابيزين، ونتبادلوا. هذا النوع من التبادل غير قانوني، موازي لكن متنفس للناس. نعم، اتصور انت السلطة تعطيك دار ها سوسيال وتخليك تكلم. نعم، ربما دكتور نور الدين بكيس، الحديث ايضا حول الحركات الاحتجاجية والمطلبية يسوقنا حتما الحديث حول أكبر نقابة مفروض في الجزائر، الاتحاد العام للعمال الجزائريين. يعني أصبح البعض يراهم سلطة أكبر من السلطة، ربما الأمين العام لهذا الاتحاد، البعض قال أنه ينبغي أن يكون مثلا وزيرا موازيا وليس يعني رئيسا لحركة ولتنظيم نقابي. هذا الوضع تاع الاتحاد العام تشوفوا باللي هو زاد أيضا خلى البعض أنه ينبغي أن تكون هناك نقابات مستقلة، أو بالأحرى وفي أحداث أخرى يعني حركات احتجاجية مستقلة عن كل النقابات، فقط نحن مجموعة نريد مطالب بدون أي غطاء نقابي. شوف فلكي هضرت لك على التمييع، على الفضاء السياسي وتمييع العمل النقابي. كيش يصار؟ يصار أنها السلطة تحول العمل السياسي إلى آلية للترقية الاجتماعية، وتحوس العمل النقابي الى اليه الترقيه الاجتماعيه. هنا يروح الخلط. شوف الجهاز مثلا هذا اتحاد العمل العمال الشغل، جهاز ماهوش نقابه، جهاز تاع سلطه، ويوفر ترقيه داخليه للناس اللي تنضم له. شوف احزاب السلطه مثلا، الاحزاب الكبيره تاع السلطه كي يحلي يحب يحق ترقيه، يروح للاحزاب الكبيره تاع السلطه ولا يروح للاحزاب الاخرى؟ راح يروح للكبيره، لانه يضمن الترقيه، غدوه تحسن ظروفه الى اخره. صافي، كي السلطات قلت لك دائما السلطات تصنع المجتمع من خلال رده الفعل تاعها، هي دخلت، ما كانتش كش نقوله، كانت بعيده وكانت مراقب، لا لا، بالمؤسسه تاعها دخلت تكرم اطراف وتعطل الترقيه الاجتماعيه لاطراف اخرى. هنا صافي الفضاء النقابي واش ولا؟ ولنا جزئيين وسيله للترقيه الاجتماعيه. انا تخير تكون في نقابه محاصره ولا تكون في نقابه مفتوحه عليها كل انواع الترقيه؟ صافي، هنا هو المحدد.
لاكتور الفعل الأساسي هي السلطة. نعم. السلطة خيرت أنه الاتحاد العام للعمال الجزائريين يكون عنده مكانة خاصة في إطار التولاتية، في إطار الامتيازات. وش معناتها؟ معناتها تقول وكأنه تقول ليحب يستفاد لازم يجي هالجهاز. نعم. يمر على الجهاز كما تمر على الأفنان وتمر على الأرندي من أجل تحقيق الترقية الاجتماعية. معناتها كاين نوع من الاختيار، هذاك النتيجة هي حدد طبيعة السلوك، وبالتالي عطلنا السلوك، رضينا العمل السياسي في الجزائر، رضيناه العمل النقابي بحثا عن الترقية الاجتماعية، غاب المناظر. نعم. ربما سؤالي الأخير أو ما قبل الأخير دكتور نور الدين بكيس يتعلق بالنظرة إلى الحراك الاحتجاجي في الجزائر. في فترة 2011 مثلا كان ينظر إليه مع بداية ما يسمى بالربيع العربي بنظرة سياسية وبقراءات يعني دقيقة وخطيرة ومعقدة. اليوم ربما في هذا ما يصفه البعض بردة الربيع العربي وبما حصل فيه ومآلاته، خفت هذه النظرة، خف هذا القلق؟ كان ربما ما يجي احتجاج تبدأ وسائل الإعلام تتحدث وحتى بعض الوسائل الإعلام الخارجية تقول أن الجزائر مقبلة على كذا وكذا. اليوم أصبح أمر عادي جدا، حراك بدون أي قراءة وبدون أي مآلات وربما أكبر. هي احنا انتقلنا من النموذج الجذاب إلى النموذج الرابع. كبدت الأحداث في 2011 كان النموذج التونسي يجلب، وبعد زاد بدأ ميدان التحرير نموذج جذاب جدا. تصور كلينتون تجي حتى الميدان التحرير باش تصور تما، باش ديان سوفاني يولي ميدان التحرير معروف في نيويورك باش تشوف. يعني كان نموذج جذاب. السلطه خافت من الموجه هذه، لان الموجه هذه كانت تنتشر بسرعه كبيره. لكن بعد المآلات، الاثار السلبيه، الدماء اللي سالت، الالام اللي جات مع هذه الموجات، واش دارت؟ حولت جزء من النماذج هذه الى نماذج رابعه، يولي وشنو؟ يولي يخوف بها، يخوف بالنموذج السوري، نموذج الليبي، نموذج اليمني، حتى النموذج المصري. يعني في آخر المطاف انتقلنا من نموذج جذاب إلى نموذج رادع، وبالتالي قل الحديث تتكلم عن المآساة موش معقول. لكن المشكل الكبير اللي صار عادة كيف ترسم انت التاريخ تاتورا؟ كين شرارات ومعدوش كين فوضى تحدث، كين هبات هبات انفعالية قوية، ما كان حتى واحد يقدر يتنبأ بالمسارات تاع الشعوب. شكون كان يتصور باللي راح سقسي المجاهدين تاعنا في الثوره الجزائريه تكون مسكين يستنى الاحداث 11 ديسمبر؟ ما كانوش يستناو رده الفعل. معناتها الشعوب لا تؤتمن، الشعوب لا تؤتمن، الشعوب يجب ان تحتوى بالعدل، تحتوى بالعدل، بالتوزيع العادل للثروه، بالتنافسيه. وانا اطرح سؤالي الاخير ربما، وهو عنوان كتابك الحركات الاحتجاجيه في الجزائر، هل هي ماضيه نحو المواجهه ام الى الاحتواء؟ لا، هي شوف أي السيناريوهات. أنا أعتقد إلى حد كبير تم الاحتواء. علاش؟ لأنه كانت حركات احتجاجية ضخمة كبيرة، لأنه السلطة سمحت بها وخلتها تكبر. لكن كي السلطة بدأت ترسل رسائل على أساس أنه الاحتجاجات دي لازم تراجع، تراجعت الاحتجاجات بوتيرة كبيرة. لكن المشكل الأساسي أنه إحنا دوكوش راهنا راحت، أنا راحي لمرحلة مهمة جدا في تاريخ الحركة الاحتجاجية، وهي مرحلة إنتاج النواة النقابية، النواة النخبوية. لأنه كي يتلم لك عشرات الآلاف في حركات احتجاجية، مئات الآلاف، من بعد راح تقعد دائما نواة صلبة. النواة الصلبة هذه اللي تأسس لك فعل احتجاجي حقيقي، فعل نقابي حقيقي. علاش؟ لأنه أحيانا المراحل هذه تاع 3 سنين 4 سنين 5 سنين يوقع فيها التدريب وممارسة الفعل النقابي والتصفية، هذه الممارسة راح تخلي رغبة وتكون لك في ظرف قصير الناس ما همش راح يتراجعوا على هذا الفكر الاحتجاجي النقابي، وراح يتحولوا فيما بعد الى نموذج او نواه تاسيس العمل النقابي، مهيكل مؤطر منظم يتفاعل باكثر نضج مع الاحداث. لان واش شفنا قبل في الغالب تاعو هي هبات، هي هبات غير مؤطره. لكن الان وشنو محكوم عليهم في ظل التضييق الحاصل؟ انه يتحولوا الى حركات احتجاجيه رسميه قوية، حتى وإن كانت قليلة العدد، لأنها سوف تؤسس إلى فعل نقابي حقيقي يخدم المجتمع. أشكرك جزيل شكر الدكتور نور الدين بكيس، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر ومؤلف كتاب الحركات الاحتجاجية في الجزائر، من المواجهة إلى الاحتواء، كان تحليل هادئ لجبهة اجتماعية ربما ساخنة نوعا ما. أشكرك جزيل شكر مرة أخرى دكتور، كما أشكركم مشاهدين على كرم المتابعة. موعدنا يتجدد بحول الله غدا، سلام الله عليكم.